ماذا تعرف عن قصيدة صوت صفير البلبل؟ تعد قصيدة يا ليتني أسمعي، سمعت صوت صفير البلبل من القصائد الشهيرة ونسبت بالخطأ إلى الأصمعي، حيث شيع أن الأصمعي قالها أمام الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، والحقيقة أن كليهما بريء منها، حيث أن القصيدة عرضت على بعض القصاص وبينوا بالبراهين سبب عدم ثبوت هذه القصيدة عن الأصمعي، وأنكروا نسبتها إليه، وبينوا أن الجهات التي أخذت المعلومات عنها هي من الجهات غير الموثوقة، كما أن الرواية تقتضي إضافة صفة الاحتيال للخليفة أبي جعفر المنصور والذي هو بريء منها. يقتضي التنويه أننا سنذكر رواية القصيدة بذات الأسماء التي يتناقلها الناس رغم عدم صحتها لعدم معرفة الشخوص الحقيقيين لها ولتعارف العامة على ذلك. كان الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور يضيق على الشعراء ويتحداهم في جلب قصيدة من تأليفهم لم يسمعها مسبقا على الإطلاق، وكان الخليفة يحفظ القصيدة من أول مرة يسمعها فيها، وكان يدعي أنه سمعها من قبل وحفظها، فما إن ينتهي الشاعر من سرد قصيدته حتى يعيد الخليفة سردها مرة ثانية له، وكان لديه غلام يحفظ القصيدة بعد أن يسمعها مرتين، فكان يأتي به لسردها بعد أن يقولها الشاعر ويقولها هو، وكانت لديه جارية تحفظ القصيدة من المرة الثالثة، فيأتي بها لتسردها بعد أن يسردها الشاعر والخليفة والغلام، ليؤكد الخليفة للشاعر بأن القصيدة قيلت من قبل، رغم أنها واقع من تأليفه. كان الخليفة يكرر الأمر مع كافة الشعراء مما أصابهم بالإحباط والخيبة، خصوصا أن الملك كان وعد بمكافأة للقصيدة التي لا يتمكن من سردها، وهي عبارة عن ذهب بوزن ما كتبت عليه القصيدة. فسمع الأصمعي ذلك وأعد قصيدة تحمل كلمات متنوعة ومعاني غريبة، ولبس رداء الأعراب وتنكر، حيث أنه كان معروفا لدى الخليفة، فدخل عليه وأخبره أن لديه قصيدة يرغب بإلقائها عليه، ولا يعتقد أنه سمعها من قبل، فطلب منه الخليفة إلقاءها، فردد القصيدة: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمين، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيدني وسيدي ومولدي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فلولوت وولولت ولي ولي ويل ولي، فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل، في وسط البستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دن لي والطبل طبطب طبطب لي، طب 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 لي، والسقف سق 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 لي، والرقص قد طاب لي، شوى شوى وشاهش على ورق صفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بل قلقللي، والكل كعكع كعي خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقننقلي، إلى لقاء مالك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدم دملي، أجري فيها ماشيا مبغددا للديالي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب، لي أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.